إذاعة MFM، الإذاعة اللي ديما قريبة منكم. نشر مشارك ومشاركة من أفضل طباخين صغار في المغرب، سحقوا يلبسوا تابلية ماستر شيف جينيور ويبدأوا المغامرة. طباخين صغار بأحلام كبيرة. هادو كيغوتوا، يلا يلا ما حيتنا الوقت، ما حيتنا الطياب، ما خدام عندك مسكة دابا خدام واحد وما خدامش الله يمنعنا عندهم. شي واحد كيعيط عندك عطيوني ما كاينش. أيوة تي قالت فيك. عليكم برد على مواجهة العائلة المغربية بامتياز إذاعة MFM، مشاركين مشاركات في برنامج ماستر شيف جينيور. برافو عليكم، هذه حلقة خاصة بهم وغادي نتعرفوا على بزاف الحوايج في هذه الحلقة. هذه أنا بارك الله عليا كما قدم لكم واحد الطبق، الطبق اللي فيه عبدو وفي عمر وفي بريان. الطبق فيه نتوما طبق اللي زوين عندكم نتوما كاملين. لا بلاتي خاصك بلاتي بلاتي كندورو انا ومريم دعاء تنسالي زعما تنسالي ديري الفواعرين تنديرو بحال لي غوش وتنضربو تنشفرو الماكله انت تحس الصوت يدير لي داك زوين الجوع كيكي اللي كانوا مشاركين في مسابقة ماستر شيف جينيور 2018، داز حلقة زوينة بزاف، استمتعنا معاهم، تعرفنا الأطباق اللي دوزوها واللي كلاو اللي تاكلوا واللي تحرقات لهم شي حاجة اللي ملح شي حاجة اللي سكر شي حاجة اللي بكى شي حاجة، ياك هادشي اللي وقع؟ لا فرشة خايبة اللي كيعرف يطيب باشانس اللي كيعرف يطيب ما يحسبش ويمشي يشارك في ماستر شيف وباشانس بعدا شنو خصو يدير؟ خصو شي حشم، ما خص الحشمه ما كايناش يكون وجهك قاصح. لا ماشي تشي درجه زعما يتشجع يكون عنده ثقه في حاله بحال ايه ماشي بزاف. لا ماشي حتى الايه عين عين خص مزام ينقص جوج مغازي من ايه. دابا ايه شحال عندها من نقزه؟ 100000 بزاف كاع حتى للدرجه نفس كبيره بزاف. تبارك الله عليكم، كنتو زوينين فنين في المسابقه وما شاء الله عليكم حتى في الحلقه ديال اليوم، وغادي نتلاقى بكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج غادي يوم، في حلقات اللي غادي نناقشوا فيها المواضيع والوليدات اللي حضرنا اليوم عندهم ما يتقال. انا اللي فزت بلقب ماستر شيف جينيور 2018. كنشكر كاع المشاركين اللي شاركوا معنا، كنشكر كاع لي جوري اللي ساندونا وعاونونا. يا كامريم انت كذاب استمع على رسول الله الى الجيل جسد محمد الله مع الجيل علي. تبارك الله على مريم دعاء. انا غير الشيف غير لابس
فهمتي مع هذاك مول الشكار عرفتي شميت 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 كفات نشوف سميتو كي جاتكم الحلقه ديالهم شاف سنيده وينا هاي اليوم جيتي شربتي كاس ديال العصير علاش ما عيطوش لينا على السموحه نو 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 فعلا اطباق زوينه طوب طيبتو وصوبتهم وشكرا لكم على الحضور ديالكم بلا موسيقى بلا موسيقى